مرحبا بكم أعزائي المتابعين، متابعي قناة الأستاذة طيب لتعليم اللغة الألمانية. طبعا العديد من التلاميذ طلبوا مني باش ندير شرح لهذا الدرس غولاتيف زات. طبعا كنت وضعت فيديو الجزء الأول لغولاتيف زات، نتمنى من كل التلاميذ اللي ما شافوش هذا الفيديو يعاود يرجعوا في مجموعة الفيديوهات ويشاهدوا يعني شرح الموضوع قبل الدخول في الجزء الثاني. طبعا في هذا الجزء الثاني رايحين نتحدثوا على واحد الأستيوس، واحد العفسة اللي راح تمكن التلاميذ باش يفهموا ولا باش يلقاو الحل لمجموعة من الجمل اللي يعطوها لنا في البكالوريا إن شاء الله. طبعا الأستيوس الأولى اللي هي دي بيرسونال برونومن. واش معناتها دي بيرسونال برونومن؟ دي بيرسونال برونومن هما كما نعرفوا حنايا ايش دو ار زي اس فير اير زي اون زي، معناتها اللي هما الضمائر. طبعا هنايا عندنا اكوزاتيف وعندنا داتيف. اكوزاتيف وداتيف واش معناتها؟ معناتها يا عزيزي التلميذ لما تجيك الجمله كما هذه في غولاتيف زات او يقول لك حط غولاتيف برونومن في هذا الفراغ، انت واش يهمك؟ يهمك تشوف هاد الكلمه الاولى هذه. لاحظوا بلي هنا عندنا برونو بيرسونيل اللي هو فيغ. اذا انت واش راح دير لما تشوف ان برونو بيرسونيل هنا هنايا ايش دو ار زي اس ولا فيغ؟ يعني الاسم هذا دي انرجي راح يكون سوا اكوزاتيف او بيان داتيف. كما تعرفوا في غولاتيف زات عندنا نوميناتيف، عندنا اكوزاتيف، عندنا داتيف، وعندنا كذلك جينيتيف. ولو انه الجينيتيف ما راهش يعني موضوع في البرنامج خلال هذه السنه. اذا سواء نوميناتيف سواء اكوزاتيف سواء داتيف باش نريح التلميذ، يعني باش ما يخممش بزاف التلميذ. الى لقيت هنا ان برونون بيرسونيل عرف باللي عندك سواء اكوزاتيف سواء داتيف، سي با لا بان دير نوميناتيف. كاين بزاف التلاميذ اللي يشوف دي يحط دي، يشوف داس يحط داس. لا، اذا ركزوا معايا من فضلكم. بون، اذا كما قلت عندنا هنايا برونون بيرسونيل اللي هو فيغ. فيغ دونك سواء عندي اكوزاتيف بمعنى دي راح تبقى دي، يعني ما تغيرش. كما نعرفوا بلي في الاكوزاتيف فقط المذكر هو اللي يتغير. دونك سواء دي تبقى دي لانها في اكوزاتيف، ولا دي راح تولي دار لانها داتيف. اذا اول حاجه اول خطوه برونون بيرسونيل، دونك سواء اكوزاتيف اعيد واكرر سواء داتيف. من بعد وين نروح نشوف؟ نروح نشوف الفعل هذا. بو هنا عندنا مودال فيرب اللي هو زولن، بس انا نركز على هذا الفعل جيبغاوخن. جيبغاوخن يدوموندي لو اكوزاتيف، يحتاج طبعا فعل عندنا جيبغاوخن، او بالاحرى يعني يستهلك، عفوا يستهلك. عندنا بغاوخن يحتاج وجيبغاوخن يستهلك، سي كونسومي كونزوميرن. اذا جيبغاوخن هو اكوزاتيف، اذا دي في الاكوزاتيف ما تغيرش راح تبقى دي. اذا دي انرجي دي في هويت جيبغاوخن زولن اون زو فايتر. نشوفوا الجمله الثانيه، اللي ما فهمش الجمله الاولى يعاود يحاول يركز معايا في الجمله الثانيه. دي توريستين، طبعا هذا اسم مؤنث. الجمله هنايا عندنا برونون بيرسونيل اللي هو ايش، كما راكم تشوفوا ايش. اذا دونك سواء اكوزاتيف سواء داتيف، عندك ضمير اذا اكوزاتيف ولا داتيف. واش ندير؟ واش الخطوه المواليه؟ الخطوه المواليه نشوف الفعل. يخصني نعرف ان الفعل اذا كان هذا الفعل يدوموندي لو داتيف ولا يدوموندي اكوزاتيف. هنا عندنا تايغن. تايغن سي مونتري، معناتها يوري او يشير الى. دونك هذا الفعل يدوموندي لو داتيف، بمعنى في مينا دي راح تولي كيفاش؟ راح تولي دار، ونكتب هنا دار. دار
Die Touristin, der ich die Kasba zeige, kommt aus Japan. الجملة الموالية اللي ما فهمش الجملة الأولى وما فهمش الجملة الثانية يحاول يركز معايا في الجملة الثالثة. Das Kind. طبعا das محايد. في هذه الجملة عندي pronom personnel. Donc الجملة راح تكون سوا في الأكوزاتيف سوا في داتيف. الخطوة الموالية نشوف الفعل. الفعل هو هذا اللي هو شانكن. شانكن سي أوفخير يهدي. كما تعرفوا فقط كملاحظة داتيف هو كومبليمون دوبجي انديريكت واكوزاتيف هو كومبليمون دوبجي ديريكت. إذن عندنا شانكن يجي معاه لو داتيف. هنا عندنا داس هو نويتخوم. داس مع نويتخوم عفوا داس مع داتيف راح يولي دام. إذن Das Kind, dem ich eine Orange schenke, ist mein Sohn. اللي ما فهمش معايا الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الثالثة يحاول يركز معايا في الجملة الرابعة. Der Mann. Der Mann هو مذكر. هذا الشيء معروف. هنا عندنا un pronom personnel اللي هو إيش؟ اللي هو ضمير. إذن دونك راح يكون سواء اكوزاتيف سواء راح يكون داتيف. نشوف الان الفعل. طبعا الفعل اللي نشوفوه هو هذا الفعل اللي يكون قبل هذا لا فيرغول هذا الفاصله. الفعل اللي نشوفوه اللي يكون قبل الفاصله اللي يكون قبل الفاصله. طبعا هنا عندنا مضارع فعل معليش راح نشوفوا اللي قبله. إذن اوكسيليير افوار دائما قاعده تقول كي يكون عندك اوكسيليير افوار دائما عندك اكوزاتيف بلا ما تخمم. عندك اوكسيليير افوار هنا عندك اكوزاتيف. إذن der Mann والأكوزاتيف der تولي den. طبعا أعتذر عن رداءة القلم. نمر إلى المثال الآخر. der Mühl معناتها النفايات. هنا عندنا فيغ طبعا هو ضمير pronom personnel. إذن عندنا فيغ دونك سوا يكون اكوزاتيف سوا يكون داتيف. اعيد واكرر كل جمل اللي فيها ضمير في بدايه الجمله الثانيه سوا تكون اكوزاتيف سوا تكون داتيف. سي با لا بان تروحوا تخمو في نوميناتيف. نوميناتيف نساوه. اذا من بعد نروح نشوف هنايا فيغ فيغفن. فيغ فيغفن معناتها يرمي او باللغه الفرنسيه عندنا جوتي. اذا فيغ فيغفن عندنا دير ميول وعندنا فيغ فيغفن وعندنا فيغ. اذا شكون يرمي النفايات؟ هل النفايات هي ترمينا ولا حنا اللي نرميو النفايات؟ نحن نرمي ماذا؟ النفايات. دونك اذا نعاودو نرجعو للجملة تاعنا. قلنا دير ميول هو مذكر. هنا عندنا برونو بيرسونيل دونك سوا يكون اكوزاتيف سوا يكون داتيف. عندنا فيغ فيغفن هو فعل يدوموندي لو اكوزاتيف معنتها نحن نرمي ماذا؟ نحن نرمي النفايات. اذا دير في الأكوزاتيف راح تولي دان. اللي ما فهمش الجمل الأربعة أو الخمسة الأولى يحاول يخمم معنا ويركز معنا في الجملة الموالية. عندنا دار لي غار. دار لي غار اللي هو مذكر. هنا عندنا إر برونون بيرسونيل. دونك من يكون عندك برونون بيرسونيل ما تخممش في النوميناتيف. ركز فقط في اكوزاتيف ولا داتيف. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية خاصك تشوف الفعل. الفعل اللي يكون طبعا نحن راح نركز في هذه الجملة جاي اونتر فيرغول. هذه الأولى وهذه. إذا أول حاجة راح تشوف البرونو بيرسونال إلى عندك. من بعد راح تشوف الفعل اللي يكون قبل هذه الفاصلة. ماشي بعده اللي يكون قبل الفاصلة. هنا عندنا هابن وكما قلنا بلي هابن هو الفعل اللي دوموندي اكوزاتيف. دونك دار مذكر في الأكوزاتيف راح يولي دان. إذن دار ليغار دان إر بيزورت هات إيست فيتفر معناتها الأستاذ الذي قام بزيارته هو أرمل. أعيد وأكرر ألخص موضوع الحلقة. لما يكون عندك جمل في الغولاتيف سات ويقول لك حط برونون غولاتيف
حنا وين راح نركزو؟ راح نركزو في الجملة اللي تكون اونتخ الفيرغول. أول حاجة نشوفو إلا عندنا برونوم بيرسونال فيغ إي آر ولا دو. إذا إلا عندنا برونوم بيرسونال عرف بلي راك في أكوزاتيف ولا داتيف. عادة معظم الجمل اللي تحفي في البكالوريا عادة تكون في الأكوزاتيف. أوكي، إذا الخطوة الأولى. خطوة ثانية نشوفو الفعل اللي يكون قبل الفاصلة، ماشي بعد الفاصلة ولكن قبل الفاصلة. لازم نعرف إلا هذا الفعل يدوموندي داتيف ولا يدوموندي أكوزاتيف. داتيف هو كوبليمون دوبجي انديريكت، والأكوزاتيف هو كوبليمون دوبجي ديريكت. إذا هنا عندنا مثلا دي مع داتيف راح يولي دار، عندنا داس مع داتيف راح يولي دام، عندنا دار مع الأكوزاتيف هابن راح يولي دان. دان إذا هنا عندنا دار مع الأكوزاتيف راح يولي دان. إذا أتمنى أنه يكون هذا الفيديو مفيد بالنسبة لكم. نتمنى أنكم فهمتوا الدرس غولاتيف ذات. أعيد وأكرر، من يكون عندك برونون بيرسونال راك في الأكوزاتيف ولا الداتيف، يبقى عليك فقط أنك تعرف إلى هذا الفعل يدوموندي الأكوزاتيف ولا يدوموندي لو داتيف، وتحول دي مع الأكوزاتيف تبقى دي، دار مع الأكوزاتيف.